بسم الله الرحمن الرحيم القدس الاله الواحد امين. واذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وايليا ظهرا في مجد السماء واخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه ان يتممه في اورشليم. ربنا يا عم الحبيب انا بشكرك لدعوتك لي حتى اكفي معكم بهالقداس اليوم بمناسبه مجيء جماعه تذكرني في ملكوتك للرعيه وافتكار هالنشاط الروحي اللي من خلاله بنصلي بتاني احد من الشهر من اجل موتانا جميعا. وبتصور انه هالانجيل اللي قريناه يمكن هو الانجيل اللي لازم نفتش عنه تنفهم معنى الموت. المثل اللبناني بيقول البكي على راس الميت. لكن البكي على راس الميت اذا كان مطلوب وإذا بخلينا نعبر عن عاطفتنا تجاه الميت، لكن بدنا نسمع صوت الإيمان وليس فقط أيها الأحباء صوت العاطفة. لما بنقول بدنا نسمع صوت الإيمان يعني أن نؤمن بما لا نرى كأنه حقيقة وهذه هي الحقيقة. لما بنكون على رأس موتانا شايفين الموت قدام عينينا، هيك بنشوف حواسنا، لكن إيماننا يرى غير شيء. إيماننا من خلال موت أحبابنا بينظر إلى ذلك بعينينا الرجع، وبيعرف إنه من مات من المسيح مع المسيح سيقوم مع المسيح، وبيعرف خاصة إنه ولا الموت في المجد. وإنجيل اليوم يا أحبائي يشرح لنا هالأمر بغاية الوضوح. لما بيرجع موسى وإيليا من الموت حتى يظهروا ساعة تجلي يسوع المسيح على الجبل، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن موسى وإيليا صحيح هن بالغيب عن حواسنا البشرية، لكن هن أحياء مع الرب. سريا يظهران على الجبل حتى يذكروا يسوع المسيح بجوع، حتى يذكروا يسوع المسيح بموت. اذا حاملين حالهم من السماء تيقولوا الى يسوع المسيح انت قادم على الموت، والمسيح كان عارف وراي على الموت، ولكن ما تخاف. هو اللي بده يقول بلسان الزيتون اعبر يا ابتي السماوي عني هذه الكاس على الجبل. بده يتجلى بمجد قيام من بين الاموات، والتجلي هو تخطي الصليب والموت والخروج الى مجد القيامه. ولكن الخروج الى مجد القيامه من بعد الموت سيأتي وسيعيش سيدنا يسوع المسيح، سيعيش من خلال صلاته. بإلنا الإنجيل لما كان يسوع المسيح عم بيصلي على الجبل تغير وجهه. إذا نحن حتى ندخل إلى الموت بالمنظار المسيحي بدنا ندخل إلى الموت من خلال صلاته. من خلال الصلاة نجتمع أيها الأحباء بالذين فارقونا ونعيش أيضا من خلال الصلاة حياة يسوع المسيح، لأن الصلاة مثل ما بيقدم لنا إياها الإنجيل اليوم هي خروج من ذاتنا ومن العالم لاتباع يسوع المسيح الذي سيتجلى من بعد ما يتأذى ويموت على الصليب بمجد القيامة. إذا كل مرة بنصلي بنكون عم نطلع من
الى الطلب في الهموم الحرج عم بعمل عمليه الخروج فنلتفت بيسوع المسيح من خلال موته وقيامه. اذا الصلاه صارت عمل مسبق لموتنا مع المسيح ولقيامتنا مع المسيح. هذا معنى اقداسنا. ليش مش بنعمل نحيي ذكرى موتانا بالاقداس؟ لان بالاقداس من خلال الكربان ومن خلال كلمه الله نتحد بالمسيح. واتحادنا بالمسيح هو الذي يوحدنا بموتانا. وبما ان المسيح قائم من الموت نعرف نحن ان موتانا قائمين من الموت عن المسيح. اذا من خلال المسيح اللي بصير معه واحد بالمناوله انا انبث ايمانيا موتانا وارى موتانا. لان موتانا ما بيقدروا يشوفونا الا من خلال المسيح، ونحن ما بنقدر نشوفهم ما زلنا على الارض الا من خلال المسيح. ونتحد بهم من خلال المسيح ونجتمع بهم من خلال المسيح، يعني المسيح الكربان، المسيح الكلمي من اقراها من تنقلها بانجيله. هيدي ايضا تجمعنا بموتانا. من هيك مار بولس بالاحرى مار بولس لما وعي بهالحقيقه قال له ما اجمل يا رب ان نكون ها هنا. نعم كل مره نفوت على الاقداس مش بس حتى نتذكر بالاسبوع بالاربعين او دينا فقط، لكن ندخل الى القداس حتى نحلق على الموتى من خلال يسوع المسيح، حتى نشمع بموتانا، حتى موتانا فعلا يكون بالحضور مش بالغيب. هلا اذا كنا بنتالي انه يسوع حاضر بيننا، لكن اذا يسوع مش حاضر بيننا ما فينا نكون حاضرين لموتانا ولا موتانا حاضرين لنا. نحن من خلال يسوع الذي تألم ومات وتجلى وقام، وبالتجلي يجمع الموت الى القيامه والميت الى الهوام والسماء الى الارض. نحن نعيش بحضره موتانا، موتانا يعيشون معنا. نعم احبائي، كل مره بيجي بقدس بيجي صحيح بحتفل بموت وقيامه المسيح، لكن ايضا اعيش في حضره موتان واتحد مع موتان. موتايا بينطروني دائما بفارق الشوق حتى اجي اقدس، لانه هذا المجال الوحيد اللي بيقدروا من خلال السماء يكونوا حاضرين معي على الارض وبيعيشوا معي على الارض همومي ومشاكلي، وبقدر انا وياهم شاركوا بهمومي وبمشاكلي وبمشاكلي وبأمانية وبأماني، وخاصة شاركوا بحبي لهم، لأنه من خلال الكربان ومن خلال كلمة الله ومن خلال القداس المبارك نصبح كلنا حاضرين كأنه على جبل التجلي مع المسيح. من هيك هالقداس بأوقات كثيرة بنلاقي 50,000 عذر حتى ما نحضره. هو اللحظات الوحيدة اللي بيجمعني بموتان، واللي خاصة اللحظات القليلة بيخليني دوق وسبح مجد السماء وفرح السماء وسعادة السماء. ونحن بنلاقي لحالنا أبسط الآثار حتى ما نجي نقدس. لو نعرف قيمة القداس مثل ما بتقول القديسة تريزا الطفل يسوع، لكنا بحاجة لجرأة تنظم مجيء المسيحيين على القداديس نهار الأحد. ومجيئنا حتى نعرف ونتطهر من خطايانا، ومجيئنا حتى نتداول وناخذ جسد الرب نتحد فيه ونتحد بموقفه. كده هو الايمان المطلوب منا ايها الاحباء. اذا المسيح عاش حدث فصحي
أي انتقال من الأرض إلى السماء بتجلي مثبتة، ونحن كل ما اجتمعنا بالقداس الإلهي نهار الأحد نعيش هذا الحدث الفصلي، أي نعيش موتنا وانتقالنا إلى السماء، ويصبح الموت عزم بالنسبة لنا. ولدعوك بخير من الموت، لأنه أنا كل هذا الحدث لما بيجي يتقدم كون عم عيش موتي مع المسيح، لأني عم شارك المسيح في موته وقيامته بالقداس. من هاي الفجيه اليوم انا بدي اشكر معكم جماعي الكل في ملكوتك اللي جايين يذكرونا بالصلاه من اجل موتانا، الله يبارككم ويبارك رسالتكم. واجمل شكر لهم هو احنا نحيا القداس كان احد يشارك اوصالك من اجل موتانا. وايضا نذكر في صلاه اليوم المرحومين ابليم ويوسف وكتب الله يشع المصيبة مع الأبرار والصديقين، يجمع بالسماء بالمسيح حتى كمان تشجع لأبو يوسف وبالولدين اللي فقدتهم خلال حياته على الأرض، لأنه لما بنكون مع الرب مش بس بنرتاح زي الأرض، لكن بنعيش بسعادة لا توصف. كنا عم نقول بالأول ما أبهى وجه الفاتح، نعم ما في أجمل من الإيمان لما بنعيش مع الرب المرتفع على الصليب ولكن القائم من الموت. ساعتها كلنا سوا نحن وموتانا بنقول مع الله ربنا ما أجمل يا رب أن نكون آمنا.